أرحب على التليفون بالمفكر الاستراتيجي دكتور سمير فرج. دكتور سمير، مساء الخير يا فندم. مساء الخير مدام عزة لحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور سمير، أهلا بك. عايز أقول لحضرتك كل السادة المشاهدين أنه آخر خبر صادر من وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 39 رضيع في العناية المركزة بمستشفى الشفا بسبب قطع الأكسجين. لهذه الدرجة وصل الفجر الأمريكي الصهيوني في أطفال غزة. دكتور سمير، تابعت طبعا قمة الرياض. تمام يا فندم. طبعا هي قمة الرياض قمة عربية إسلامية. نعم. ونجحت السعودية أنها تجمع كل هذه الدول، 57 دولة حضروا. نقول أن هذه القمة رغم القرارات اللي هتطلع زي كل مرة شجب وكذا كذا، ولكن على الأقل أدت دفعة للفلسطينيين. أيوة. أن العالم الإسلامي والعالم العربي معكم. أيوة. تمام، في هذه الفترة الحرجة. أيوة. وأن طبعا هي في يعني تسريبات عن الواحد وثلاثين نقطة اللي قلتهم، على أساس أنت عارف حضرتك أن امبارح بيبقى في اجتماع وزراء الخارجية. صحيح. ووصلوا إلى هذه القرارات، وفي نعم. قرارات برضو من التسريبات اترفضت، مش هنتكلم فيها. إنما وفي تم التحفظ عليها. تم التحفظ، لكن يعني هو على موقع، عفوا بقطع حضرتك، الرياض، القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، 31 قرار، وفي تحفظ من العراق وفي تحفظ من تونس على البعض. تمام. احنا بس يهمنا في الحاجات دي كلها مدام عزة ان هي نفس المفاهيم اللي اتقالت، ان هي الايقاف الفوري لاعمال القتال، ادخال المساعدات الانسانية، رفض سياسة العقاب، وبالذات الاثناء، يعني في اثناء جامد على دور مصر ان نعم. على ان هي بتقدم كل العون على ادخال المعونات الانسانية الى قطاع غزة. وطبعا كل الكلام اللي احنا عارفينه بقى، الحل القضية في اطار الدولتين، انما انا يمكن في نقاط احب اركز عليها. فضل. هو نادوا بتوحيد موقف الفصائل الفلسطينية. نعم. لان الفترة اللي فاتت يا مدام عزة كان كل حد في امريكا تكلميه او في اوروبا او يقول لك طب هنكلم مين؟ ايه. طب انتوا عاوزين دولة واحدة. ايوه. هنتكلم في الناس اللي في غزه ولا السلطه اللي موجوده في رام الله في الضفه نعم. الغربيه؟ نعم. واحنا انت عارفه السنين اللي فاتت دي كانت مصر كل ست اشهر تجيبهم وتقعدهم الفتره ونقول لهم يلا. كان مجهود غير طبيعي يا دكتور سمير في فكره انه مصر حريصه على المصالحه الفلسطينيه. بالظبط. والنهارده دي مهمه. لان النهارده برضو احد الحاجات لما جم الفتره اللي فاتت هنا المسؤولين الامريكان بالذات قال لك طب احنا هنتكلم مع مين؟ انت فاهمه؟ فبالتالي انا بعتقد دي نقطه هامه جدا، وهم كلفوا الامين العام للجامعه العربيه انه يبدا ينفذ القرارات ال 31 اللي احنا كلنا عارفينهم. فيا رب طبعا يبقى في قرارات يعني نقول ايه مؤيده على المستوى الدولي، وان احنا نشوف النهارده دور لهذه القوى العربيه بقوه اللي يكون لها تاثير في خلال الفتره اللي جايه. نشوف بقى الموقف داخل. طبعا احنا هنستنى لحد ما يطلع البيان رسمي في اللقاء اللي بيطلع بقى الامين عام جامعه الدول العربيه والاسلامي، ونشوف الكلام ده عشان برضو احنا ما نسبقش الاحداث رغم ان في الكلام ده طلع. نشوف الموقف حاليا ايه بالنسبه لاسرائيل.